ختاما مشاهدينا، وفي بورتريا النشرة الذي خصصته كاميليا عبد اللاوي لواحد من صناع ملحمة خيخونة التاريخية أشقر الجزائر وغزلها في فترة الثمانينات، هو من قيل في حقه أنه سيد المراوغات ومبتكر ما يسمى بالغراف، خريج مدرسة رائد القبة الذي أرهق الألمان وشرف أرض المليون ونصف المليون شهيد في مونديالي 82 86. فمن منا مشاهدينا لا يعرف صلاح الصاد؟ ورق عن هذا الاسم الذي نقش قول على قاموس كرة القدم الجزائرية بالذهب، نتابعه في بورتري كاميليا عبد اللاوي لنتابع. أسد الملاعب الجزائرية، صاحب القدم اليسرى السحرية وملك الغراف صالح عصاد، الذي أتحف الجمهور الرياضي الجزائري لسنوات طويلة وساهم بفعل فنيته الرائعة في إعلاء راية الجزائر ببلد الإسبان عام 82 900 و1000، رفقة أسماء شكلت الجيل الذهبي لكرة القدم الجزائرية. من مواليد 13 مارس 1958 بتيزي وزو، عصاد عرف بعشقه الكبير لألوان رائد القبة الذي كان أول نادي تقمص ألوانه، وبقي وفيا لقميصه لسنوات عديدة ولم يغيره إلا للاحتراف، فكانت تجربته الأولى موسم 82 83 بعد أن أمتع العالم بفنياته ومهارته مع المنتخب الجزائري في مونديال إسبانيا 82 رفقة نادي ميلوز الفرنسي، أين قضى موسما رائعا لينتقل بعدها إلى نادي عاصمة الجن والملائكة باريس سان جيرمان لموسم واحد ليعود إلى النادي الألزاسي، غير أن حبه للأرسيكا جعله يعود إليها بعد موسمين حيث لعب معها موسما واحدا قبل أن يختار لنفسه الاعتزال مع نادي شبيبة شراقة. صالح مع المنتخب الجزائري كان مغايرا لما كان عليه مع النوادي التي لعب لها، وكان في كل مرة يحمل فيها قميص الخضر إلا وازداد بريقا على بريقه، وهو الذي شكل رفقة الثلاثي ماجير بلومي وزيدان الرباعي الذهبي الذي شرف الجزائر وأبهر العالم في مونديال 82. عصاد من حطم جدار ألمانيا بقيادة بريغل وروبش وعبث بدفاع المانشافت، وكان وراء الهدف الثاني في شباك الحارس العملاق شوماخر الذي أهدى به أول فوز للجزائر في أول ظهور لها في المنافسات العالمية. وبالرغم من أن صاحب الغراف ابتعد عن عالم كرة القدم إلا أنه لا زال إلى اليوم من أحسن ما مر على ميادين الجزائر، وبالرغم من توالي الأجيال فإن اسم عصاد بقي اسما لأحد من صنعوا الاستثناء بأن يلقبوا بجواهر المستديرة، الذي حتى وإن مرت على اعتزالهم السنين والأعوام إلا أن ألقابهم نقشت على جدران الملاعب الجزائرية باللؤلؤ والألماس. أبدعت وأبهرت وتركت لمن خلفوك إرثا ثقيلا لا يمكن سوى لأمثالك حمله وأمثالك القليلة، ولو كان السبيل لوصفك الكتابة لألفت في حقك الكتب التي حتى وإن ألفت لن توفي حق صالح عصاده.